قف بالمعرة وامسح خدها التاربة، واستوحي من طوق الدنيا بما وهبه. لو قدر لأبي علاء المعري أن ينهض ليرثي مدينته معرة النعمان في ريف إدلب، لما استدل عليها أولاً إلا من خلال لافتات طرقية بقيت الشاهد الأخير على أن حضارة بشرية مرت من هناك وكتبت مع التاريخ سيرتها. ولعاد المعري لتوزيع كلماته الشهيرة في وصيته: هذا ما جناه علينا الأسد وروسيا وأصدقاء الشعب السوري، ونحن لم نجني على أحد. وكأنهم إلى المحشر يساقون. هؤلاء هم الذين هجروا قصراً من بيوتهم في ريف إدلب إلى الشمال. وأي شمال؟ ليس الشمال الذي تحدث عنه الطيب صالح في روايته الشهيرة الهجرة إلى الشمال، إنما هو البقعة الأخيرة المتبقية كملجأ يكاد يكون جهنماً للهاربين من ويلات الأسد وروسيا، وما فعله معاً في الأشهر الأخيرة بين ريفي إدلب وحماة وسط صمت أممي قيل فيه إنه لم يعد صمتاً عادياً فحسب، بل تحول إلى عمن يحمل صفة الخزي الإنساني. موجة النزوح خلال الأيام المعدودة الأخيرة كانت هي الأكبر منذ إطلاق روسيا حملتها لإبادة الشمال السوري في نيسان الماضي من عام 2019، وقد تسببت تلك الحملة بمقتل المئات ونزوح مئات الآلاف إلى العراء. المعرة التي بقيت عصية على الأسد طوال 7 سنوات خلت، باتت اليوم تحت أيد ضربتها بكل الأسلحة قبل السيطرة وغدرت بها بعد السيطرة أيضاً، فانتقمت حتى من القبور التي مضت على دفن أصحابها قرون طويلة كقبر عمر بن عبد العزيز وغيره. وهذه تصرفات وغيرها كثير تشير إليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالبنان، فتقول: لا معنى لمسار اللجنة الدستورية في ظل ارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية.